يا شب تعال عندي لشوف. عم تحاكيني؟ ايه عم حاكيك. إلا طلع حواليك في شي شب صغير غيره؟ وعم يتطلع. تعال لهون لقلك ساعدني واحمل هدول، خلي هالطول ينفع بشي. عفوا ما فهمت عليكي. شو اللي ما فهمته؟ عم احكي عن الشناتي. شو هالاجدة؟ يلا الحقني فيهم. دقيقة دقيقة بس، مين انتي؟ شيرين الجميلة على غصنة. بس اصحك تتمسخر؟ لا بس روقي مشان ما ينكسر لك غصن. انتي جاية لعنا؟ ليش مين حضرتك؟ انت قلي هالشي بالاول مشان اعرف اذا جاي لعندكن او لا. بدو يضل صافن هيك. انسى حمل هدول والحقني، سمعتني؟ لا تطلع فيني هيك. قديش اهبل ونافش لي ريشاته. شيرين أهلا وسهلا. أهلا فيكي. مين إجا سراب؟ خالي فريدة. شيرين حبيبتي أنت شو عم تعملي هون؟ أختي سراب بعتت وراي، جيت لعندكن ركض. والله لو بتشوفي على هالجية. والله ما بعرف كيف لبست وجهزت حالي وطلعت، والحمد لله وصلت عبكير. صحيح الحمد لله على سلامتك خالة فريدة. تسلمي يا بنتي تسلمي. مين هي؟ من وين جايبين هالمحروس؟ كان عم يعمل معي تحقيق على الباب. هذا ابني أردا. أردا، لا تواخذني يا روحي معرفتك. والله آخر مرة شفتك فيها كنت صغير قد الكمشة، وهلأ ما شاء الله عليك صاير قد اللوح. شيرين بنتي أكيد أنتي تعبانة من الطريق، اطلعي لفوق وارتاحي، وهلأ رح روح خبر فيليز لتشوف شو لازمك وشو بتحتاجي. تركيهم لا تحمليهم، هنن بيطالعون. معقولة خالة فريدة؟ خلص أنا بحملهم. هلأ لسه ما صحصحت ولا هي البنت غريبة شوي؟ ما فهمت. على أساس ما بدك إياها السراب؟ بصراحة مرت عمي ما حبيت خجلك، يعني لما قلتي رح ترتاحي معها أكتر قلت لحالي إنه لازم أجيبها. شكراً بنتي. لوين رايحة؟ على المطبخ. مو شايفة؟ عنا ضيفة على الفطور اليوم. كمان خليني أعمل شوية فطاير بجبنة لجينكو عزراء قبل ما يفيقوا، بيحبوها من إيدي كتير. مرت عمي لحظة بس، هنن بقيوا باليخت ليلة مبارح. شو السبب؟ بتعرفي مرت عمي الشباب أحياناً بيحبوا يغيروا جو ويضلوا لحالهم. ومع هيك خليني حاكيهم. أردا ابني لو سمحت جيب لي تليفوني من جوا. لا ما في داعي، أنا رح أتصل فيهم أصلاً، ولبين ما تجهزي فطاير الجبنة بيكونوا وصلوا. قولي لهم يستعجلوا. تستاهلي جائزة الأوسكار على هالتمثيل الحلو؟ والله ما بقى عم افهم عليكم. شو؟ بعدين ليش ستي قالت انه عزراء هون؟ لانها هون. اجت على القصر مبارح وقالت لستك انه مرت تعافى وانها رجعت على البيت، هيك صار. عزراء؟ ايه عزراء. شو فيها كمان؟ زعلانة على ستك وبدها تعمل اي شيء لتساعدها. عزراء؟ اوف أردا عزراء. شو بك؟ ممكن تشرحي لي كيف قدرتوا تقنعوها؟ ها؟ وقفي خليني احذر، جبرتوها ترجع لهون، كانت مصره على موقفها ومستحيل تتراجع من حالها. معقول وصلت معكم الامور لتتصرفوا بهي الطريقه الغريبه؟ عن جد ما عم اقدر صدق. ليك أردا بكفي بقى، ما حدا جبر حدا على شي بنوب، اجت لانه بتحبها لستك وبتهمها، وبعدين راحت على بيتها، يعني ما نامت هون. ايه ما كان ناقص غير تبقى كمان. هلا ما عندك دروس اليوم، روح على جامعتك وريح لي راسي. والله مو ناقصني نق، عندي شغل واعصابي تعبانه كثير. ما عندك جواب غير الخناق. ولسه بدي برر له كمان. يلا. هدول صاروا تسعة؟ اصبع واحد لسه.
برافو. بس لازم تجي لما تصير 9، لأنه إذا ما أجيتي بزعل كتير. خالي لما تصير الساعة قد هدول رح كون نمت؟ يا روحي اطمني، حتى لو كنتي نايمة رح أجي ونام جنبك، وعد. طب إذا هيك مين رح يقرأ لي حكاية اليوم؟ معناتها بتقرأ لك أختك داملة، ويمكن تغنوا سوا كمان حكاية مع غنية. حبيتي الفكرة؟ ويمكن عزراء تخلص شغلة وترجع بكير. يلا لشوف بلا ما نتأخر على الباص. يلا اركدي. انتبهي على دروسك يا روحي. باي باي. خاطركن. أهلين ست سراب. عزراء، مرت عمي سألت عنكن، قلت لها أنكن بقيتوا باليخت. يلا تعالوا مشان تفطروا معها. ورح أتصل بجنك خلي يجي هلا. هيك لكان. إيه؟ يعني إذا بتطلعي من بيتك فوراً بتوصلوا على القصر بنفس الوقت وبتفوتوا سوا. تمام تمام، أنا طالعة فوراً. لا تتأخري. ست سراب بدها يعني روح على القصر. نعم أمي. هلأ ما فيني يجي، وصلت على المطعم. بس عزراء رح تجي، هي بالطريق شوي تانية وبتوصل. يعني رح تنفذي اللي قالته؟ حبيبي مشان الله لا تعمل هيك. ليك ستك نزلت على المطبخ وعم تجهز الفطور مشانكن. إذا ما أجيت هلأ رح تزعل كتير. لا تتصرف قدام المسا بطريقة والصبح بطريقة. يلا أمي حمل حالك وتعال. يلا. خلينا نتعرف على بنت هالأفندي لنشوف. صباح الخير، لوين رايحة؟ تعي لنفطر بالأول بعدين منطلع. لا حبيبتي ما عندي وقت، مو قدراني أكل شي. ما بتتخيلي قديش متحمسة من مبارح ما غمضت لي عين. تعرفي مهندس التصميم الداخلي؟ حكيت معه ورح يجي، رح يشوف الكفة ورح يعطينا رأيه، وبعد ما يخلص بدي روح على المطبعة لشوف شو صار مشان المنيو. هلأ مشان المطبعة أنت متأنقة ومتشيكة هيك؟ شو؟ أنو أناقة هاي؟ على طول بلبس هيك؟ الله يسامحك هوليا. يلا بشوفك. ماشي بشوفك بالكفة. لو سمحت اهدى شوي. خلصنا. تمام. كيف حاسة؟ ماشي الحال، لا تشغل بالك. أصلاً الكل حيكونوا جوا. عزراء. صباح الخير. صباح النور. شكراً لأنك جبت مرتي. ما في داعي تتشكرني، بعدين ما جبتها لشخص عديم المسؤولية مثلك، وهلأ رح أتركها أمانة بهالبيت والمسا باخدها. شو اللي عم تحاول تعمله؟ نحن بعد شهر رح نتطلق، يعني ما عادت مرتك. افهم بقى وتصرف على هالأساس. انت فهميني شو يلي عم تعمليه؟ ها؟ ليش قبلتي تفوتي بهي اللعبة؟ وليش عم تصعبي الموضوع أكتر؟ فهميني ليش هيك عم تساوي؟ حكينا مبارح المسا وشرحت لك كل شي جاي. كل هذا الحكي ما أقنعني. بكفي، هاي السخافة لازم تنتهي. بالله جد؟ وكيف رح يصير هالشي؟ منروح لعند ستي هلا ومنلاقي طريقة لنخبرها كل شي.
بهالبساطة وأنت بدك تساعديني. لا ما رح ساعدك وما رح نخبرها بشي. عزراء أنت شو مشكلتك؟ شو مشكلتك؟ ممكن تقولي لي إياها بوضوح؟ عم فكر بالخالة فريدة وبس، ما بدي إياها تزعل ويصير لها شي. لو كانت ستي بتهمك كنت اتصلتي قبل وسألتي عنها. سنة كاملة مرقت ما اتصلتي ولا حكيتيها. كان عندي أسبابي وأنت بتعرف، ووجودي هون هلأ إله سبب كمان. عزراء ما تألفي حكايات هلأ، ما عندك غير سبب واحد إنك تحطيني بموقف محرج. شوفي بعرف إنك معصبة مني كتير وبدك تعاقبيني بأي طريقة، لهيك شو ما قلت لك هلأ وشو ما عملت رح تعملي العكس مو هيك؟ بنصحك لا تعطي لحالك هالأهمية، لأنك ما بقى تهمني أبدا. طيب أنت ليش هون هلأ؟ ليش عم تكملي بهي اللعبة؟ عزراء شوفي نحن انفصلنا عن بعضنا ورح نطلع عن قريب، قولي لي ليش لساتك هون؟ شو السبب اللي رجعك؟ هذا هو السبب. لا وينهم لهلأ هدول؟ مرت عمي قلتلك إنهم رح يجوا بعد شوي. إيه وبركي غيروا رأيهم وما أجوا؟ لا خليني اتصل فيهم وأسألهم. ستي؟ نحن أجينا هلأ، كنت رح اتصل فيكن، شغلتولي بالي عليكن كتير. صباح الخير. صباح النور بنتي. صباح الخير ابني. صباح النور. لا تواخذينا ستي، بس عزراء طولت لجهزت حالة وأخرتنا. لا تحط الحق عليها، ولأنه فطرنا قبل ما نجي. معلش بنتي ولا يهمك، بس ما بيصير تضلوا باليخت على طول. معقول تتركوا هالبيت الكبير وتروحوا تقعدوا بمكان ضيق؟ بعدين عزراء ما بترتاح هنيك. تعالي شيرين، تعالي شوفي عزراء وجينك. مرحبا جينك. أهلين. طبعاً ما رح تتذكرني، كنت صغير كتير لما إجيت لعنا على الضيعة. هو أنا كنت صغيرة بس بتذكرك كتير منيح. لا تواخذيني عن جد. شيرين ممرضة، رح تهتم بستك من اليوم ورايح. إيه صح، خالة فريدة صارت أمانة عندي، لا تقلقوا عليها أبداً. قياس الضغط والإدوية كلياتن علي. تسلمي، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يخزي العين شو هالكنة الحلوة ما شاء الله. معك حق عزراء، ما في منا. لا تضلوا واقفين هيك، يلا خلونا نقعد. تفضلي. قديش كون حلوين سوا ولابقين لبعض كتير ما شاء الله. أكيد عشتوا قصة حب كبيرة، الحب مبين من نظراتكم. كنا
عم نستناكم ولسه ما شربنا قهوتنا. خليني روح اعملها بسرعه. بتحبوا تضلوا قاعدين هون ولا تطلعوا على جنينة؟ لا تعصبي حالك، خليكي قاعده انا بعمل القهوه. لا ست سراب، عن جد انت بتنادي لحماتك ست سراب؟ يمكن هاي الاكابريه يلي بيتعاملوا فيها الاغنياء، مو هيك خاله فريده؟ لا القصه معنا هيك عزراء. لا انا طلبت منها تناديني هيك، حكينا بالموضوع. ما بتتذكري مرت عمي؟ ما بتذكر ولا بدي اتذكر شيء. نحن عيله واحده وطبعا حسب عاداتنا وتقاليدنا لازم تنادي لست زوجك ستي، كمان تنادي لحماتك مرت عمي. مظبوط عزراء؟ يسلم تمك على هالكلام خالي. شوفي مرت عمي، هاد موضوع بيني وبين عزراء، صحيح العادات والتقاليد هيك بس ما كتير حبيتها. على كل حال ما في مشكلة بيناتنا مو هيك؟ نوب طبعاً ما في. انتي بتحبي ان تنادي لك ستي فريدة، بس نحن مع الوقت عم نتقرب من بعض ولهيك ما بنختلف على هالشغلات. قصدي إذا ما بتتدخلوا بهي القصص بكون مبسوطة. كلامك حلو، معك حق بهالحكي سرا. صحيح شيرين، كنتي بدك تشوفي تحاليل مرت عمي مو هيك؟ إيه، لكن على بين ما تشوفيهم أنا رح روح أعمل القهوة. لا أنا خليكي. شيرين، عادي بنتي، بعدين بتشوفيهم. ما بيصير خالي فريدة، كل الممرضات بيفكروا بالمرضى تبعهم قبل ما يفكروا بحالهم. فيك تقولي مثل هدول الأبطال الخارقين يلي بيعرضوهم بالأفلام، هيك نحن تماما. كثير منيح، هذا هو الهدف. يا صبايا، معهد الفنون من أي جهة؟ وصلتي؟ أصلاً رفيقتي عم تدرس بمعهد الفنون. حبيبتي أنا عم دور على قسم الموسيقى. تفضلي أنا من قسم الموسيقى. بالله جد قديشني محظوظة. هلأ يا بنات أنا عندي كافيه صغير وحابة أعمل كم حفلة موسيقية هنيك، مشان هيك قلت بجي وبعطي فرصة لطلاب الموسيقى. يعني أنا بدي دام لصر لك شي؟ جاوبيني. جانسو جانسو عزراء أعطيني هدول عنك. ليش؟ هاتيهم خليني حطهم هون بعدين مناخدهم. ليكي عزراء لازم نحكي مع جينك ونخليه يتراجع عن فكرته السخيفة قبل ما يروح يقول كل شي لسته. برأيي ما رح يقلها. كيف يعني؟ أنتي متأكدة؟ حكيتوا بالموضوع؟ تقريبا. شو قصدك؟ صراحة جينك اليوم على شوي كان رح يفوت يخبر سته بكل شي، مشان هيك اضطريت وقتها خليه يقرا الرسالة. لا يا ربي، ليش هيك عملتي بنتي؟ صدقيني وقتها ما كان في قدامي حل تاني غيره، وإلا كان فات لعندها وخبرها بكل شيء. هذا يلي صار. ماشي خلص اهدي. يعني جينك فهم إنه أنا اللي اجيت وعطيتك الرسالة مشان هيك كان عم بيطلع فيني. لا تواخذيني. يلا. أنت جاهزة حياتي؟ إيه جاهزة، جاهزة. يلا لشوف. مع السلامة يا روحي، الله يرزقكم ويعطيكم العافية. مرت عمي طيب أنا حنحكي بعدين، يكون بعلمك. يلا
كيفك هلأ؟ حاسة حالك أحسن؟ إيه أحسن، بس لساتني مرعوبة. ما تخافي، مرقت على خير. رح روح جيب لك مي وراجعة، ما بتأخر. شكراً كتير إلك، لو حضرتك ما سحبتيني عشوي كانت السيارة ضربتني. لا سلامتك، حسيت حالي سوبرمان. صحيح، مين جانسو؟ عفواً؟ قبل شوي ناديتي لي جانسو، مين بتكون هي؟ بنتي، جانسو بنتي الوحيدة، ضربتها السيارة وتوفت. يلا خدي. انت منيحه؟ منيحه. هالمره ليش نادت لك باسم جانسو؟ قال هاد اسم بنتها وماتت، ضربتها سياره. مسكينه والله، مو سهله بنوب. ها انت هون؟ رح خلص واطلع فوراً ست سارة. لا لا تطلعي فوراً، بدي أنا وإياك ننظف هالغرفة منيح، خلينا نهويها كمان، وخلينا نغير الشراشف والملاحف ووجوه المخدات. الشراشف نضاف أصلاً، ما في حدا عم ينام هون. معلش خلينا نغيرهم. ماشي. ومن هلأ ورايح رح يناموا فيه. طيب. يلا. صاير شي؟ ليش كان بدك يعني اطلع معك لما كنا قاعدين بالصالون؟ أنت شو قصدك؟ يعني قصدي ليكون في شيء تاني ما خبرتيني عنه. بنوب، شفت تحاليل خالة فريدة وما فيها شيء بخوف، بس لما اتصلتي فيني بنص الليل وأصريتي إجي فكرت في شيء خطير. أنت فهمتيني غلط. عن إذنك، عندي شغل بالمطبخ. مو معقول هالشيء أبداً. خير إن شاء الله. هاد نشاط بيصير ببداية كل فصل دراسي مشان الطلاب الجداد يتعرفوا على بعض ويتقربوا من الطلاب القدماء. ما بعرف، أحياناً بيعملوا حفلات موسيقية وسهرات صغيرة وطلعات مثلاً. خلونا نفكر شو منقدر نعمل. والله هالفكرة حلوة كتير، بس هاي الترتيبات ما بتصير بشكل فردي، لازم نشكل فريق. يعني لازم نختار مجموعة لكل نشاط، وإلا رح يصير في تخبيص كتير. مزبوط، ما اختلفنا، بس نحن ما بنعرف شو اللي بينعمل، لازم نسأل حدا من الطلاب القدماء. معناها خلاص أنا وغمزة منشكل فريق، شو رأيك؟ بظن منتفق سوا. بصير، فكرة حلوة. حبيت الفكرة، خلص صرتوا فريق. مرحبا. أهلين. رح أقوم بعد شوي. فهمت. شوف، نحن كنا عم نحكي عن نشاط التعارف. أردا، عم أقول لحالي شو رأيك تشكل أنت وداملة فريق؟ شو؟ أنا؟ وداملة؟ لا أخي شكراً، مالي مستغني عن روحي. كتير غليظ، بس لا تخاف، أنا كمان مو موافقة. بتتذكري شو عملتي فيني؟ بتذكر وقلت يا بنت خليكي مزوقة واعتذرت منك، بس يبدو ما عندك مخ يستوعب يلي صار. خود هاد، خليه معك. شو هاد؟ شوي وبرجع. داملة وقفي شوي. طيب صار لازم أمشي. وأنا كمان رايحة، في عندي درس. انت اجيت وخربت الدنيا، عجبك هيك؟ ليش انا شو عملت؟ لسه ما حكيت شيء، قامت عصبت وراحت وزتت هاد، صحيح شو هاد؟ افتحه بس ما ينفجر. لا لا ما بصير شيء، يلا. شو
شو هاد؟ العمليك ليك ليك؟ شو رأيك؟ اطلع عليه؟ عن جد طالع حلو عليك ولا بقلك؟ لك خلصنا حلو ستايلك تمام؟ لك حط من ايدك بهدلتنا قدام العالم شبك؟ هات لضب هاي الشرشحة لك أخي أنت رفيقي مالك عدوي؟ بس حلو ها؟ حلو مسخر لألا هندي شوي خلص لا تفكري فيه غليظ خلص طنشي ولا تردي عليه ليكي غمزة مستحيل اتعامل مع هالشاب ولا تدخلوني بقصة النشاطات أبدا ما بدي يلا أمشي يا الله منك ألف مبروك شكراً إلك كنت عم بشتغل شوي كيف الوضع؟ منيح ناطرة مصمم الديكور أوتيلاتنا ومحلاتنا لستايل محدد ست سومرة طبعاً ما عم بحكي عن الديكور وبس في الألوان يلي صارت معروفة للكل إيه طبعاً معك حق أصلاً كنت عم بتفرج على الصور على الإنترنت وانتبهت على الألوان ممتاز بس لا تنسى نحن عنا ماركة إلها شكل ولون وهوية بصرية محددة بتمنى ننقلها معنا لهون طبعاً شي أكيد شوفي ست سمرة بصفتك صاحبة الماركة أو بصفة شخصية ممكن يكون عندك أسلوب ومجموعة من المعايير والعادات بس باللحظة اللي بتشتغلي فيها مع مجموعة دوروس بيصير لازم تلتزمي بقواعدي نحن ماركة مشهورة ومعروفة بالشفافية والوضوح والثقة هاي القواعد بتنطبق على كل شيء وكلنا منلتزم فيها بدقة وعطول كمان في شيء تاني ما بسمح بكل الأحوال يتعرض حدا من الناس الغاليين علي لأي إزعاج هذا خط أحمر عندي وإذا حدا فكر إنه يتجاوزه بصير إنسان تاني كنا عم نحكي عن الديكور والألوان بس انتقلت لموضوع تاني مو هيك؟ عزراء بمقام أختي وأصغر إساءة بتنعمل بحقها بعتبرها إساءة إلي فهمتك منيح سيد بارش بس هالشغلات صارت بالماضي شو ما قالت لك عني عزراء ما بعرف وما بهمني بس صدقني تعبت كتير من الماضي وما عاد حابة أرجع أعيشه مرة تانية أصلاً لو في عندي مشكلة مع حدا تأكد ما كنت وافقت على الشغل هون مع حضرتك بس بفهم موقفك لو كنت بمكانك كنت فكرت بنفس الطريقة منيح أنك فهمتيني بسرعة كتير بشع لما الأخطاء اللي عملها الإنسان بالماضي تلاحقه وين ما راح وخصوصي لما يحكي له إياها واحد ما عاش الظروف الصعبة معه ولا بيعرف الحقيقة كل اللي بدي إياه أنه ما تتكرر أخطاء الماضي من جديد لهيك هذا مجرد تحذير وإلا ما كنت أعطيتك هالفرصة وكنت لغيت العقد فوراً لا تقلق سيد بارش ما رح يصير أي مشكلة من جهتي كون واثق من هالشي كتير منيح ماشي لكن بشوفك عامل أهمية كبيرة لعزراء كل ما تعرفت على حدا بيصير بده يحميها ويوقف بوشي معلم شو صار معك؟ قدرت تلاقي شيء؟ لقيت انتقل على موجلة قبل 10 سنين عنده بنت ومطلق مرته طيب شو بدي بحياته؟ كيف تعرف على عزراء؟ هالشغلة مو معروفة كيف راحت عزراء على موجلة وكيف تعرفوا وكيف بلشوا بالشغل سوا ما حدا بيعرف بس بارش شخص محترم كتير هنيك
يعني بيقولوا أب كتير منيح وكتير محبوب بمنطقته، أما انشغل لكتير ناس ورعاهن واهتم فيهن. يمكن ما حب اسطنبول أو ما ناسبته، المهم اختار يعيش حياة هادية وبسيطة بموجه. طيب خلاص بكفي أرسوي، يعني هالزلمة مثل الملاك. ايه هو هيك بالنسبة للي بيعرفه. مرحبا. مرحبا. قلت لحالي خليني شوف شو في نواقص وسجله. شو هاد؟ هذا كتالوج المنيو لأختار منه. بس إذا بتخبريني قبل ما تطبعي المنيو بكون ممنونتك. بدي جهز المنيو تبع الحلو. ما في داعي حبيبتي، الكل كان يحب الحلو اللي عنا بالمنيو. لك يا سمرة، أنت عندك خبرة بموضوع القهوة وأنا خبرتي بالحلو، فلو سمحتي بلا ما نتناقش. مفهوم، بلا ما نتناقش. مرحبا. صباح الخير حبيبتي. صباح النور. وأنا جاية على الطريق اشتريت من الكيكة اللي بتحبيه، وعلى طول بتقولي إنه طيب مع القهوة. شكرا. كيفك عزراء حبيبتي؟ منيحة الحمد لله، أنت كيف صحتك؟ منيحة. سمعت إنك رجعتي على القصر، كتير فرحت لك. قبل شوي كنت عم بحكي مع سراب وهي خبرتني، بلكي بتصلحوا علاقتكن انتي وجينك. فرحت لك كتير، يعني تعذبتوا كتير بعلاقتكن، عن جد بتمنى تضلوا مع بعض على طول. آسفة مو حابة احكي بهالموضوع ابدا، هالقصة بتخصنا انا وجينك وما بتخص حدا. المهم هذا هو الوضع، ما بدي نحكي عن حياتنا الخاصة بمكان الشغل، لهيك لو سمحتوا ممكن نهتم بشغلنا؟ ايه طبعاً طبعاً. شو صار معك سمرة؟ إجا مهندس الديكور؟ اتصلت فيه، جاي على الطريق. سمرة أنا كمان بدي شارك بالاجتماع، ويا ريت تخبروني عن هي المواعيد قبل بوقت لأنه لازم تكون موجودة. بيصير بيصير. تمام معناتها يلا تفضلي قعدي. بقعد. تعرفوا شو خطر على بالي؟ طالما أنتوا التنتين موجودين هون والمهندس رح يجي، فأنتوا أحكوا معه وبعدين بتخبروني بالشغلات اللي بتقرروها، اتفقنا؟ أنا عندي شغل تاني لازم أعمله بسرعة بلا ما ضيع وقت. ماشي. أنا رح ضل هون للمساء. ماشي برجع لهون. سلام. قال حضرتها بدها تكون موجودة بالاجتماعات، وقال حضرتها بدها تجهز المنيو بنفسها. إيه لكان لكان طبعاً، ما أشطرها بالحكي والسيد بارش عم يحميها. شو لسا؟ وحدة غبية. بس الظاهر إنك نسيتي مين سمرة، خليني ذكرك بحالي شوي. بتشوفي ثلاثة على سبعة، ما شاء الله ضغطك منيح كتير خالة. يسلموا إيديكي بنتي، الله يعافيكي ويقويكي يا رب. لوين؟ في عندي شوية شغل برا بدي اطلع. تمام. وانتي لوين؟ وين بتروحي رح كون معك. قولي شو ما بدك، ما رح اقتنع بشي بنوب. ايه طيب لك، جهزي لي حالك. لوين رح نروح؟ سمرة ما فيك تحملي حالك وتجي لهون كل ما خطر على بالك. الموضوع ما في أسهل منه، فتت من الباب وضليت ماشية لوصلت لهون وقعدت. وليش اجيتي؟ قال عزراء رجعت على القصر، ألف مبروك. ايه هذا مو سر أصلاً، الكل بيعرف رجعت مشان ستي مو مشاني. اطمني نحن حنتطلق. أنا مصدقتك، بس بعرف كمان قدي لسه بتحب عزراء. أصلاً أنت رضيت تتعب وتتحمل كل شي مشانها. ليكي مثل مو شايفة عندي شغل، إذا خلصتي كلامك تفضلي. ما خلصت، لسه عندي فكرة.
ليك جينك، نحن ليش ما منصير رفقات؟ شبك؟ عم بمزح معك. أصلاً بتعرف شو؟ عزراء من سابع المستحيلات ترجع لك بعد هلأ، بس أنا مع هيك حابة تكون الأمور رسمية. لنشوف شو في هون. خود، يلا خود. طيب أنا بقرأ لك. هذا عقد مشان إدارة كفة، الاتفاق بين شركة التنظيم وشبكة التوريد. بر 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 بر، شو بدي أقول لك كمان؟ بر 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 بر، أكتر قسم بحبه الأطراف. مدير وصاحب مجموعة فنادق ومطاعم داوروس بارشيامان وسمرة قريش، عم بشتغل مع مجموعة داوروس لبارشيامان. يعني صرت قريبة من عزراء وشي بوشها. كيف صار هيك؟ ما بعرف، بيقولوا الدنيا صغيرة، أو خلينا نقول الحظ مو ناوي يتركني وحدي. يعني الاثنين بيصيروا، القدر ما بده يفرقنا. قد ما كنت قريب هلأ من عزراء، أنا قريبة مثلك، يعني وراها عالدعسة. يكون بعلمك. هاي المواضيع ما بقى تهمني بنوب. أكيد ما بقى تهمك، عزراء مروقة آخر رواق، مستندي على زلمة قوي مثل بارشيامان. شو لسه؟ عبى مكانك وزيادة، لا ينشغل بالك عليها. يلا خليني قوم بقى، عن إذنك. مر على الكافيه إذا صار لك. بخاطرك. شكراً لك. عزراء، لما قلت لك إني فرحت برجعتك على القصر، أنت تضايقتي مني شي؟ حسيتك انزعجتي. لا، بعدين ليش حتى انزعج؟ كل القصة يعني ما في شي من اللي عم تفكروا فيه. أنا ما رجعت على القصر، عم روح لهنيك ومضي شوية وقت مشان الخالة فريدة وبس. طيب ليش ما بتعطوا حالكم فرصة تانية؟ يمكن بتصلحوا الوضع وكل الأمور بتتحسن. كنتوا كتير تحبوا بعضكم. حبنا خلص تدمر ونهد فوق راسنا، كل شي عشناه ضاع على الفاضي. كان صعب علي إنه أتوازن بعد يلي صار. هالحب راح وما عاد يرجع مرة تانية، ما عاد في أمل. أنتي بتعرفي مصلحتك أكتر مني. المهم إنه ما تضغطي على حالك أكتر، واعملي اللي بيريحك. أنا منيحة هيك. عزراء مروقة آخر رواق، مستندي على زلمة قوي مثل بارشيامان. شو لسه؟ عبى مكانك وزيادة، لا ينشغل بالك عليها. معلم، بشو شارد؟ صاير شي؟ لا ما في شي. منيح، لأنه إلك عندي خبر كتير حلو. مشان مركز العناية والتأهيل الصحي يلي كنت ناوي تأسسه باسم مارت لرعاية أطفال التوحد، ايه، لقيت أرض مناسبة كتير مشانه. طيب والموقع والمساحة والمواصلات؟ مواصفاتها كلها مثالية، حتى فيك تعمل جنبه نادي رياضي للأولاد إذا بتحب. المواصلات سهلة وبمركز المدينة، مكان كتير حلو. أرسوي، هالخبر كتير حلو، خلينا نروح ونشوفه. لك منروح، منروح مع بعض ومنشوفه. جينك، رح تخبر عزراء عنه شي؟ خلينا نعمل البناء بالأول ونسلمه للجمعية، وبعدها رح خبرها. طبعا خلينا نروح ونشوفه بالأول. يلا، يلا.